أحكام الميم. نأخذ أحكام النون الساكنة والتنوين، طبعا أنا عم نأكد على هذه الأشياء فقط على دقائقها وإلا فهي معروفة لديكم. التنوين، طبعا التنوين الله يسلمكم ظاهرة لغوية موجودة في لغة العرب، يعني العرب في بعض الأسماء يجعلون في آخرها نون ساكنة. نون ينون، يعني جعل في آخر الكلمة نونا. تبعنا كيف؟ نون ينون. فالتنوين بوزن تفعيل، تفعيل يعني جعل آخر الكلمة أو الاسم نونا. فبدل ما نقول رحيم نقول رحيم، بدل ما نقول بيت نقول بيت. هالظاهرة اللغوية شو اسمها؟ التنوين. نعم، وموجودة حتى بالألماني في شيء من هذا. اللي منكم بيعرف ألماني؟ مين بيرفع بيعرف ألماني يرفع إيده؟ شوية إيه. في عندهم كثير من الكلمات لأي آخرها إن إن إن. انتبهنا كيف؟ حتى مو بالمسابي لك بالإنجليزي وبالفرنسي بيقول لك مثلاً يعني مثلاً كوربريشن وكذا، وهذا عملية التنوين هي موجودة كومبيراسيون بالفرنسي. فهذا عمل موجود باللغات القديمة. باللغة بهمنا نحن اللغة العربية، هذه التنوين الكلمة العرب تفعله في الأسماء فقط، لا ينوينون الأفعال ولا ينوينون مين الحروف. لذلك أهل اللغة جعلوا التنوين من علامة معرفة هل هذه الكلمة اسم ولا فعل ولا لا. انتبهنا كيف؟ نعم. هو نون ساكنة تلحقها العرب آخر الأسماء لفظا لا خطا، إذن في الخط ما له وجود، ووصلا لا وقفا، إذن هو في حالة الوصل فقط، في الوقف يذهب. وعلامته في الخط مضاعفة الحركة. شو علامة التنوين في الخط أيها الإخوة؟ مضاعفة الحركة. بدل ما يحطوا فتحة شو بيحطوا؟ فتحتين. بدل ما يحطوا ضمة شو بيحطوا؟ ضمتين. وأحيانا بيحطوا ضمة وفوقها نون بالمقلوب، نون بالمقلوب من غير نقطة. تبهنا كيف؟ بدل ما يحطوا كسرة شو بيحطوا؟ كسرتين. بيت بيت بيتا كذا كذا. طيب، تنبيه، لا يتحرك الحرف الواحد بأكثر من حركة في الوقت ذاته، وما نراه من وجود حركتين فوق أحد الحروف فإن الحركة الأولى منهما هي حركة الحرف والثانية دلالة على تنوينه. واضح؟ يعني لما نقول عليما هي في الحقيقة هكذا تلفظ، لكن في الخط فوقها كم فتحة؟ فيه فتحتين. ليس الحرف لا يعني يفتح مرتين، الفتحة الأولى علامة الفتحة والثانية علامة مين؟ رحيم. الضمة الأولى علامة ضم الميم والضمة الثانية علامة تنوين. كذلك بيت، الكسرة الأولى علامة كسر الحرف والكسرة الثانية علامة التنوين. وضع النون الساكنة والتنوين مع حروف الهجاء. طبعا اليوم من شوي تكلمنا أنه الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون من قبلها إلا مفتوحا، فلازم نطلعها من حديثنا لأنه ما ممكن تلتقى ألف مع مين؟ مع نون ساكنة. فبقي عندي كم احتمال أن يأتي بعد النون الساكنة؟ 28 احتمال. هل 28 احتمال اللي هن 28 حرف موزعين لكم مجموعة؟ لأربع مجموعات: الإظهار، الإدغام، القلب. وكلمة القلب أفصح من الإقلاب. الفصيح أن نقول القلب ما نقول الإقلاب، بوزن إقلاب بوزن إفعال. إخفاء، الإظهار. تقدم تعريف الإظهار، قلنا الإظهار في اللغة إيش؟ البيان. وعند المجودين إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنى. تظهر النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدهما حرف من أحرف الحلقة الستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. هذا كله معروف لديكم. ما المبرر للإظهار يا أخواني؟ بعد المخارج، بعد المخارج. النون من فين؟ من طرف اللسان. حروف الحلق من وين؟ من الحلق، الهمزة والهاء. فالبعد هذا نقول من آمن. طبعا هذه الأمثلة معروفة لديكم: من آمن، كفار، أثيم، دل التنوين.
من هاد قو لكل قوم من هاد أنعمت سميع عليم وانحر عليم حكيم فسينغضون ما أنغدق من خير كرة خاسرة. علامة إظهار النون الساكنة والتنوين وضع رأس الخاء من غير نقطة مثل من آمن هكذا من هاد. علامة إظهار التنوين علامة إظهار التنوين وعلامة تراكب الحركتين. هذا يا أخواني هالهيئة هي انتبهولا لو سمحتوا هالهيئة هي بسموها حركتان متراكبتان، يعني الحركة راكبة على الحركة راكبة فوقها مو ميلة هكذا، هذيك بسموها متتابعتان. إذا الضمة زاحلة عن الضمة الكسرة زاحلة عن الكسرة شو بسموها؟ متتابعتان. بينما إذا كان راكبة فوقها بالضبط شو بيقولوا عليها؟ فالحركات المتراكبة علامة الإظهار. شايفين كيف؟ هذه ضمة وفوقها نون بالمقلوب، شفتوها النون بالمقلوب؟ من غير نقطة. هذه مثل بيت عليم، والفتحتين هي فتحتين والكسرتين هي كسرتين، شايف؟ والله عليم حكيم، شايف؟ كيف هذا متراكب وهذا متتابع؟ شايفين هذا كيف متتابع؟ ليش متتابع؟ حيجي معنا إما أن يكون بعده حرف مدغم أو حرف مخفي، إما مدغم أو مخفي، لكن المظهر شو علامته؟ تراكب الحركتين. واضح؟ شوف عليما عذابا أليما، شوف الحركتين كيف متراكبتين، شوف هون كفار متراكبتين.